في الفترة الأخيرة ظهرت فيديوهات التحاليل وناس كتير شككت في نيتي من الفيديوهات دي، وأنا عمري ما كان نيتي أن أنا أظلم براند أو أن أنا أظلم حد بعينه، وكان هدف التحليل هو هدف توعوي. اتبعت لي مؤخرا فيديو بشكل متكرر قوي اللي هو الفيديو ده. في منكم كتير عارفني وفي ناس مش مركزه او ما تعرفش ايه هيلث سبان. باختصار هيلث سبان دي شوكولاته صحيه من غير سكر. ايا كان ملخص الفيديو ان علامه هيلث سبريد او اسم هيلث سبريد ده اسم شائع او حاجه مش بتتسجل، ما ينفعش يتسجل كعلامه تجاريه، تقال عليها مقطع شائع. وبناء عليه ان اكتر من حد استغل الاسم بتاع هيلث سبريد ونزل منتجات وباعها في حتت هي اصلا مش بتبيع في الحتت دي، واستغل الموضوع ده بشكل كبير. علشان الواحد ما يبقاش ظلم حد في اي توقيت، انا دخلت كتبت هيلث سبريد، فاول صفحه طلعت لي هي الصفحه فيها 160,000 تقريبا، ولقيت صفحه تانية برضو فيها حاجه 90,000 تقريبا، الحاجه 70,000 مش فاكر بالظبط، ولقيت ان ده بيقول انا اونر هيلث سبريد، وصاحبه الفيديو بتقول انا اونر هيلث سبريد. وجب ان احنا نبحث ورا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه عايزين نبقى عارفين ان انا لا اعرف دي ولا اعرف ده، ولو صاحبه الفيديو اللي اتبعت لي كتير انت فعلا حد تراستد وواثق في كلامك، فهي في اخر الفيديو بعد كده اعلنت ان هي نزلت براند تاني اسمه ناسو. لو في نيه صدق لحاجه شبه كده ممكن نعمل تفويض بالتحليل وحلل المنتج واتكلم عنه. فالحلقه دي هي توضيح لجزئيه بره نطاق التحليل، لان ما اعرفش منتجها تحليله هيطلع ايه، سليم ولا غير سليم. والحين ده انا مش بتكلم عن المنتج، انا بتكلم دلوقتي عن حد بيستخدم منتجات صحيه. ففي منتجين دلوقتي فيهم تضارب، في منتج بيقول انا سليم والتحليل اللي طلع مش سليم، ده بتاع زميلي اللي خد اسمي، بتاع الشخص التاني اللي خد نفس اسم المنتج بتاعي. فلما تدخل واحد كده متفرج عادي، يعني انا قبل ما ابتدي اعمل اي انفستيجيشن في الموضوع بشكل مكثف، واحد عادي بس ابتدي تسكرول كده، تدخل هتلاقي ان الصفحه دي معموله من وقت اقدم من الصفحه التانية الصغيره. اول بوست في الصفحة الاكبر كان بتاريخ 25 جولاي 2020، والصفحة دي فيها بالظبط دلوقتي 300 بوست و 163,000 فولور. لو جيت تدخل على الصفحة التانية هي هتلاقي يعني الصفحة الاولانية اللي احنا لسه بنتكلم عليها الاكبر اسمها هيلثي سبريد، التانية هتلاقيها هيلث سبريد، هتلاقي الصفحة التانية اللي هي دو اول بوست فيها 9/5 اللي فات، وهتلاقي فيها 71,052 بوست. والصفحة الصغيرة دي يا جماعة فيها متابعين كتير فيك، يعني انا لما دخلت فريت المتابعين كده لقيت، عارف الاكاونتات الفيك اللي بتبقى اصلا ايه، اكاونتات شكلها هندي واكاونتات شكلها ماليزي والحاجات دي، الصفحة التانية الصغيرة فيها من الاكاونتس الفيك دي كتير جدا جدا. ده غير ان الاكاونت بتاعهم لما تيجي تبص على الاكاونت نيم هتلاقيه متغير اكتر من مرة، يعني الاكاونت ده غالبا متباع. فده بالظبط يعني مبدئيا كده يبدو ان الكلام منطقي، لان انا محبش في يوم من الايام حد مثلا يسرق البراند بتاعي ويحط اللوجو ويعمل اي حاجة ويقولك انا. طبعا انت كمتابع هتدخل هنا هتلاقي الاكاونت بتاعي قديم عنده 600 وحاجة فيديو، اول فيديو من كام سنة، هو مهما عمل هيعمل فيديو اول امبارح هيتعمل له ريبورت مش عارف ايه. ولكن هنا الموضوع ما وقفش على محتوى، الموضوع وقف على براند وشركة وفلوس ومبيعات، وانا حللت وممكن اكون ظلمت، وعشان كده انا بعمل الحلقة دي. طالما في احتمال ولو 1% الواحد يبرأ ذمته ويقول، وشكل الدكتورة نيشة عفيفي صاحبة الصفحة الأكبر فعلا شكلها مظلوم، لأن زي ما قلت لك كده واحد بيفكر بس بيعمل العقل في الموضوع هيلاقي حاجة شبه كده ويلاقي إن فعلا حد ممكن يبقى سارق من ده الاسم بتاعه. أيا كان بقى اللي يخصك إن المنتج ده فيه لغط، كل ما هو يحمل اسم هيلث سبريد دلوقتي فيه لغط، فيه شك، فيه حكاية. وهي بتقول ان انا في اماكن منتجات بتاعتي
اماكن موثقه ان انت تطلب منها، وقالت ان انا بعمل منتج تاني اسمه ناسو. لو في نيه صدق وفعلا الموضوع المره اللي فاتت كانت مظلمه والنتيجه اللي طلعت دي كانت ان انا جبت عينه مش مظبوطه، تحليل وتفويض منك بالتحليل، نحلل نشوف الناتج ونعلن عن الناتج في حلقه تانية غير دي. لكن المطلوب منك كمتابع دلوقتي وناتج الحلقه دي انت المفروض تطلع بيه، تراعي الدقه في الحاجه اللي انت بتاخدها، زي ما قلت قبل كده في مواضيع التحليل كلها، راعي الدقه في الحاجه وراعي المنطق. ده ان جنرال بشكل عام في اي منتج انت بتشتريه، وتحديدا دلوقتي في منتجات هيل سبريد تاخد بالك، لان في هنا ايه مشكله. ولدرجه ان انا وصل لي صور لاكتر من شركه كمان كبيره، هحط الصور دي وهنغمش عليها كاتبين اي حد بقى يحط هيل سبريد. ده غير ان في بعض المحلات اللي بتبيع حاجات هيلسي، المحلات اللي هي مخصوصه في ان هي تبيع حاجات هيلسي، بتبيع الحاجات الارخص اللي هم كلهم تحت اسم هيلسي سبريد، وبيزقوا الحاجات الارخص عشان ده طبعا بيطلع لهم مكسب ازيد، ايا يعني كان اسم المحل ده ايه، بس المحلات اللي بتبيع حاجات هيلسي. تمام، يعني مش بس حد سريع العلامة، اي حد دلوقتي بيعمل اي شوكولاته زي دي ببراند اسمه ايا كان، اسمه جن اللازر، اسمه اكس، يكتب اكس وتحت سب تايتل كده هيلسي سبريد، عشان ايه؟ يعني انا كأن انا تبعهم وانا معاهم، واستغلال ان العلامه مش بتتسجل بمقطع شائع زي هيلسي سبريد والقصه دي حاجه سيئه. فنهاية الفيديو الواحد بيرد المظلومة، الله أعلم فعلا ممكن فعلا براند هيل سبريد كويس النسخة الحقيقية منه، الله أعلم. وحتى الآن دي دعوة لأن هي تديني تفويض بالتحليل، ولو ده حصل في دعوة عامة هو أنا هحلل المنتج ده بنفسي وهعلن عنه، سواء بقى هيل سبريد من مصدر موثوق أو منتج جديد بتاعها اللي هو اسمه ناسو.